الو معك ولا طيب ما ما اي من ما من مصر مين من مصر معك سامي هلا هلا بسامي تفضل سامي شلونك عجوات اهلا مية هلا بيك واكثر بالوياك انتوا فين مشكلتكم بس انتوا عاملين مشكله من لا مشكله ليه طبيعي ان لو اي حد يحجوعد يعني حد ضغط عليا ان انا اتجرع شيء مأمور يعني لازم يذوق هو نفس الحكايه وخصوصا المريض بيبقى يعني قدرته على التحمل اقل بكثير من الشخص العادي واي دواء بيكون مر فلذلك الرسول اصر ان اللي هم سجوا الدواء المر اللي هم كمان يذوقوا نفس المراحل ليش يا الله هذا رسول الله يقول له وما ارسلناك الا عسل رحمه للعالمين وهذا رسول وما ارسلناك الا مراره ذوقوا ما كنتم يعني تخنزون حجي يعني سامي لو كان محافظ مثلا محافظ لحظه سامي لو سامي كان برتبه محافظ في مصر وشربوا الدواء وشافه مر يوقف بالمستشفى يقول ما يبقى احد في المستشفى اللي يشرب هذا الدواء المر كلكم واحد واحد بالله عليك حتى الموظفين شوفوا اخوان حتى الفراشين يعني يريد الان النتيجه اخوان اللي وصلناها تكبير النبي يريد يذوقهم المر اللي ذاقه يا عائشه ذوقتين المر الا راويك المر يا عائشه ذوقوا هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا المر يا حاج انا اتمنى تكون مداخله بسيطه لهذا الامر اتمنى والله من عندك يا حجي اي ابو سامي سال الله يحفظك ويسلمك اتمنى حقيقه اتمنى ان يتعاملون مع رسول الله كنبي لا يتعاملون مع رسول الله كطفل من الاطفال يتعاملون كنبي من الانبياء لا يتعاملون الا بهذا التعامل كانه طفل و المرارة مع الدواء وخشية المرارة حتى الأطفال بعض الأطفال يتجرعونها يا أخواني الأعزاء والناس العادي وهذا نبي وأفضل خلق الله فتعاملوا معه كأنه نبي لا تعاملوا يا طفل هاي واحدة ثانيا يا أخوان جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الجزاء عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلدوني لا تلدوني هل أطاعوا رسول الله أم عصوا رسول الله؟ أي سجلوا إن سجلوا. أطاعوا رسول الله آتونا بالدليل آتونا بالدليل وإن عصوا رسول الله فحكم العافي عند الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هذا العاصي إحنا نريد هل عصى رسول الله أم أطاع رسول الله؟ ثانيا يا حاج وعد احنا بنتعرف في قضيه اتائها السيد ريثم حقيقه وهي هاي اساس مدرسه سامي على سامي سامي بس يكمل وقتك اي سامي بس يكمل وقتك سامي تفضل كمل كمل ابو باخر طبعا على فكره لو قلت كلمه ورحت انت مهني العمل والولع سامي سامي بس لحظه الله يرضى عليك كمل كمل الله يحفظك لا كمل دقيقه واحده دقيقه نصف دقيقه في قضية سم اليهودية الخيبرية احنا نريد نعرف رسول الله هذه الذبيحة التي اكل منها رسول الله والتي ذبحتها اليهودية كيف نوع الذبح الذي ذبحتها خنقا ام ضربا على الرأس اين وجهتها على هرمات مصر على حدائق باب المعلقة يعني انت سؤالك لحظة لا بد تعطينا مجال اين وجهت هذه دطينا مجال مو سؤالك جدا ابو باقر سؤالك جدا مهم اخواني ابو باقر يقول لكم هاي اليهودية اللي ذبحت لها طلي هذا الطلي اللي ذبحته على الطريقة الاسلامية وعلى الطريقة اليهودية شلون ذبحته سؤاله يعني مهم اولا يعني استقبال قبلة بالذبيحة ليس بواجب ان شاء الله تستقبله قدام القدس ما مشكلة ليس بواجب على اي طريقة ذبحتها على الطريقة الإسلامية هي يهودية هي يهودية تريد الله أباح لنا أن نكون ذبائح اليهود والنصارى عمي ما أباح لا تأكل لا تأكل لا هذا في الحبوب في الحبوب الله يقول لا تأكلوا إلا ما ذكر اسم الله عليه
بابا مو يوجد آية أخرى. اسمع اسمع أبو عاشر، ذبيحة اليهودي والنصراني جائزة. لا ما يابا مو جائزة، مو حتى هنا عندنا أبو عاشر شيخنا شيخنا. يقول لي إلى أين وجهتها؟ إن شاء الله وجهتها للقدس، ما عندنا مشكلة، لأن التوجيه للقبلة ليس بواجب أبو عاشر، ليس بواجب، بل لو ذبح الإنسان لأي جهة. الذبائح تقول مرصد حج وعد، تقول ناكل ذبائح اليهود والنصارى. اليوم النصارى يذبحون حتى الخنازير، كيف تأكلون ذبائحهم؟ هاي من ضمن ذبائحهم الخنازير. الله في القرآن، اقرأ القرآن ماذا يقول. هذا حغير يعرف أنه لحم خنزير مثلا. يا أخي العبيب أهنا بيك، أين هذه اليهودية التي ذبحتها؟ ذبحتها على أي طريقة؟ بس الطريقة الإسلامية أعطينا الدليل. أبو باقر على الطريقة اليهودية أعطينا الدليل. أبو باقر أبو باقر لحظة لحظة سامي سامي لحظة أبو عاشر شيخ عبد العزيز يا شيخ لحظة يا سامي شلون بلوا يا ذول؟ لا إيه اسمعني أنا بس أريد أسألك. إيه اسمع اسمع الآن هدوء هدوء. الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هاي اليهود ايش قالت؟ يا الله وقطته. يا عزيز يا عزيز اليهود الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذبائحهم، انتهى الموضوع. لا ما أباح، ما لا ما أباح، قالوا هذا. اسمع اسمع هذا غير يخليني أفهمه. لا هو يفهم لي. اليوم أحلت قالت اليهود عزير ابن الله، هل ذبحت الى عزير؟ أسغيري يا أهل السنة يا أهل السنة افهموني. شيخنا شيخنا عبد العزيز افهم افهم. سئل الإمام الباقر عليه السلام أنه قال شو تفسير هالآية؟ قال هذه من الحبوب، ليس ممن ليس في الذبائح الذي فيها أنه الدم يجري من الأوداج. لماذا؟ يا بد تعطيني مجال سامي بس خلي اتكلم لي كلمتين، انتم ليش عداوه؟ قال ولا تاكلوا مما لم يذكر مما لم يذكر اسم الله عليه. اخواني وفي مساله بس اعطيني 30 ثانيه خلي اكمل الناس. يا اخواني الان عندنا في بريطانيا، والله اخواني وانتم اللي عايشين بالغرب، من المسؤول اللي يعني مسيطر اللي عنده كنترول على لحم الحلال؟ احنا يسمونه من نريد نشتري نروح على لحم الحلال، ولذلك مثلا يكتبون حلال زين. اذا هم ذولا كلهم اليهود والنصارى العدنة كلهم يذبحون ويرتبوا هذا، ليش احنا السنة تركنا من الشيعة، ليش السنة عاملين شركات لحم الحلال؟ خو كل واحد يذكر اسم الله عليه ولا هم هذا وياكلون. لماذا هذول السنة حتى تفهموا ان هؤلاء يخدعونكم؟ ولكم يا سنة والله انتم انا لو على دينكم دقيقة ما ابقى. انتم سمعتم سامي يقول انه النبي شرب عائشة يريد يذوقها المر. لا عاد ايش قد ضايق المر هذا النبي من عائشة اللي مذوقه هو؟ هذا اللي اقوله، هذول مذوقين النبي المر المر. والله عندي بس جواب على سؤالي عندما قال لا تلدوني يا ابا عاشه لا تلدوني، هل اطاع رسول الله ام عصى رسول الله؟ ممكن تجاوبنا على هذا؟ بس خلي سامي لين دور سامي سامي دقيقه لا اعطي دقيقه. اولا خلي الطول يقول كيف تاكلون ذبائح اليهود والنصارى وهم لا يذكرون اسم الله؟ طيب نحن نقول هذا اليهودي اي سامي بس لحظه اذا ذبح وانت عنده وتسمع ما يقول اذا ذكر اسم غير الله فلا تاكل ذبيحته، اما اذا كنت غائبا عنه شلون فرد الله لك ان تاكل من ذبيحته؟ اذا النبي كان يم اليهوديه من وسمت اسمه بسم الله والله اكبر ولهذا ما سالها لانه سامي ما سالها لانه الله احل. لحظه ابو عاشر الجواب على سؤال ابو باقر، نقول يا ابو باقر نساء النبي عليه الصلاه والسلام يطيعون الرسول في كل صغيره وكبيره،
وقضية الدواء لا تلدوني، هذا النهي ليس على سبيل التحريم، وإنما هو يريد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعطوا من هذا العلاج لأنه لا يوافق المرض الذي هو فيه. فهم كانوا يعتقدون هم لا لا لحظة لحظة هو لا يوافق المرض الذي هو فيه، لكن هم كلهم مرضى وكل كلهم الدواء يوالهم. شفت إخواني؟ يعني النبي اسمع لأنهم اعتقدوا اسمع أبو عائشة، أبو عائشة سؤالي مو هذا، عندما أبو عائشة انتبه إلى سؤالي بالتحديد، عندما قال لا تلدوني، هذه الكلمة لا تلدوني، هل أطاعوا رسول الله أم عصوا؟ ممكن تجاوبني؟ لحظة أبو باكر، لحظة لحظة دور سامي، دور شيخ سامي، شيخ سامي لحظة أبو عائشة سمحت الشيخ سامي. حيا الله الشيخ سامي، حياك الله حبيبنا، تفضل دورك. أرد لك على مين فيهم الأول؟ والله أنا عندي بس هذا السؤال، سألته سؤال بريء. الآن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال لا تلدوني، زين، وابن عثيمين يقول يستفاد من هذا الحديث أمر النبي بالنهي، نهي نهي. الآن ليش ما تعبدوا النبي وعاندوا النبي ولدوا؟ تفضل جاوب. جميل جميل جدا. هو احنا زي كما التمسنا العذر للامام علي حينما خالف امر الله عز وجل وخالف امر الرسول في ان يمحو كلمه رسول الله، فهم يرون ان لحظه حد واضح يندم سبب الضحك حد واضح ليه الوقت؟ مو موضوعنا يا بابا، مو موضوعنا علي بن ابي طالب. خد بحلمك يا مولانا، ما انا من فمك خدينك، ما انا بادينك باللي انت بتعتقد بيه، اللي انت بتعتقد بيه ان معصومك ما بيغلطش، صح ولا غلط؟ صح. فبالتالي لما معصومك يعصى الله عز وجل وما ينفذش امر الرسول، والرسول يجبر ان هو يمحو رسول الله بايده لان الامام علي رفض، فبالتالي احنا قلنا التمسنا العذر للإمام علي انه كان يرى ان ده تكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا التمسنا العذر ان هم كانوا يرون ان مصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يشرب الدواء اللي هو كان مر بدليل انهم انتظروا لعند المنام بعد ما اغمي عليه، عشان خاطر هو اكيد اي واحد هيشرب دواء هيكون طعمه مش ظريف اكيد هيرفضه، فهم انتظروا وسقوه من الدواء عشان خاطر رجاء الشفاء. فاحنا التمسنا ليه العذر كما التمسنا لعذر الامام علي، وما قلناش ان هو خالد في النار ولا حاجه، فما عرفش يا ابو كريم ولا مين اللي كان بيتكلم اللي دخلهم النار، تدخل الامام النار علي النار الاول، صح ولا غلط حاج وعد؟ شوف انا سكتت، لحظه انا سكتت وسمعتك بكل ادب، الان تسمعني. طيب الامام علي عليه السلام طبعا هو اللي يحرف الموضوع، اخوانا راح اروح ورا ما مشكله، يعني هو يريد يصير شاطر وأنا بالنسبة لي يعني انخدعت راح أروح وراء. طيب الآن الإمام علي عليه السلام عصى أمر النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ لا، أنا شخصيا إحنا كأهل السنة التمسنا العذر في الإمام علي أنه لم يعني مع مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذلك تعظيما لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لحظة. إذا الإمام علي هدوء، إذا الإمام علي لم يعصي أمر النبي ولا عصى؟ إحنا إن ذا كان امتثالا فقط لإشارة النبي، فمن رأس يمسح ويحو كلمة أبو عاشر فنفس شوف بدون لف ودوران، أبو عاشر يقول عصى أمر النبي، أنت تقول عصى ولا لا؟ لا، لو هتسميها في حق النساء معصية طبعا من باب أولى، فعل علي جرم مش معصية، بس ده إذا هو كان إذا علي عليه السلام بابا صير شجاع، صير شجاع والله العظيم، هذه العقيدة المهزوزة. الآن علي عليه السلام أجرم، أنت قلت أجرم، قول إنه علي أجرم، قول إيه المشكلة إنه أجرم؟ إيه المشكلة؟ انت قل الان الان قل ان عليا اجرم في صلح الحديبيه، قل صلى صل صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الامام علي اجرم ام لم يكن. شوف اخواني والله العظيم هذا بس لحظه شوف اخواني، عندما
امسكهم. انا اكرر مره اخرى ليش احترم ابو عائشه؟ شوف ابو عائشه مباشره قال عصى رجل الله وكيلك في عقيدته لا تاخذه في الله لو ما تلام في عقيدته صح. انا خالفه وانتم تخالفوا لكن رجل صريح يعني يريحك. تقول له علي بن ابي طالب عصى يقول لك عصى, يزيد امير المؤمنين يقول لك يزيد امير المؤمنين, ما يلف ويدور. لكن هذول مثل الحرباء, مثل الحرباء. هو ليش؟ لان يدري اضربه, يدري اذا قال علي اجرم وقاس فعل عائشة على علي اذا عائشة مجرمة, يدري راح البس الياء فيلف ويدور. الان راح اسئله مرة لاخ وشوفوا هو قال ان عليا ارتكب جرما. الان امامكم اسئلة يا استاذ سامي, علي عندما لم يكتب هل اجرم ولا لا؟ تسمعي الله يصلح حالك عشان خاطر اثبت لك ان علي اجرم وهم ما اجرموش. احسنت ان علي اجرم وهم ما اجرموش. احسنت. هدوء هدوء. لا لا خلاص خلاص انا ما اتثبت, خلينا نتناقش. سمعتم يا اخوان, علي مجرم عندهم اجرم ولكن عائشه ومن معها ليسوا بمجرمين. زين, النبي صلى الله عليه واله قال الم انهكم, ألم أنهكم؟ النبي نهى ولا لا؟ تأخذ أنا مش أسأل, مش في نيابة. تسمعني ماذا قال؟ الآن خلاص خلاص اسمع. الآن فهمنا أنه عندكم أن عليا مجرم عندكم, عليا عليه السلام. أنا أريد الشيعة والسنة يسمعون هؤلاء, هم يتكلمون على أبي عائشة وعلى الأخ عمار وعلى البعض. وأنا عندما أقول لهم أن الآخرين ليسوا بالوضوح, بل أنا ما أريد أقول كلمة تجرح والله العظيم, ولكن بكل صراحة بشرف المهنة, شرف الكلمة, شرف العقيدة, أبو عائشة والأخ عمار أشرف من هؤلاء بشرف عقيدتهم, أقصد أشرف من هؤلاء بمليون مرة والله ورب الكعبة. وما أقول هذا للتسويق الإعلام, لأن الآن لما سألته يقول أنه علي, أن علي عليه السلام أجرم, يعني إمامكم مجرم يا شيعة عند هؤلاء. طيب سألته سؤال, راح أسأل السؤال لأبي عائشة وما أدري لف ويدور ولا. أبو عائشة, النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما قال ألم أنهكم, هذا نهي ولا لا؟ نهي. شوف أخواني والله العظيم هذا الرجل والله يوما بعد يوم أنا ازداد احتراما له وإعجابا بما يقول, مو بما يقول عقيدة, لأن صريح. أخونا عبد الرحمن, عبد الرحمن تسمعني شيخ عبد الرحمن؟ شيخ عبد الرحمن ولا منه؟ من مصر, من مصر ما أعرف. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ عبد الرحمن. النبي لما قال ألم أنهكم عن قضية اللد, هذا نهي ولا مش نهي من النبي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, أمين. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم, لأن النهي كان مرتبطا بأن هذا الدواء الذي لدوه به صلى الله عليه وسلم لا يريده لأنه لا يجدي معه صلى الله عليه وسلم. زين, هم الآن خالفوا أمره. الآن هم أطاعوه ولا خالفوه؟ ما لدوه إلا محاولة للاستشفاء له صلى الله عليه وسلم. هل أطاعوه أم خالفوه؟ نعم خالفوه, والنبي صلى الله عليه وسلم أدبهم بأنه تلد كل واحدة منهم. هدوء هدوء هدوء, نقطة نقطة. الآن الآن هم خالفوه, القرآن الكريم ماذا يأمر؟ يأمر بالطاعة أم المخالفة؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع مين؟
فقد أطاع الله. نعم. إذن عائشة عاصية لله صح؟ لا لم تعصي الله. إن عائشة فعلت ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا منها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تفعل ذلك وهي تريد أن تقتص منه، لم تفعل ذلك وهي تريد أن تقتص منه. يا النبي صلى الله، أنا أحب أسأل سؤال بس، النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تبارك وتعالى على السم الذي وضعته له اليهودية، لماذا لو كان سما لماذا لم يطلعه الله تبارك وتعالى على السم الذي أنتم تتصورون أنه وضعته له عائشة؟ أريد أن أجاب على هذه النقطة. كملت؟ طيب. أخونا عبد الرحمن، أنت تقول أن النبي نهاهم، يعني النبي الآن قال لا تفعلوا هذا الفعل، قال لي أنا يا وعد يا لامي لا تخرج، وأنا خرج. ورد على سؤالي. لا أنا انتظرتك حتى أكمل معاك، واضح؟ فأنت لا تنقل السؤال علي لأن أنا بعد لم أكمل، احتراما لك سكت، فأنا أكمل موضوعي بعدين أسألني، ما عندي كل مشكلة. طيب. ماشي ماشي. الآن النبي قال لي يا وعد يا لامي لا تخرج من الغرفة، خرجت، هل عصيت النبي ولا لا؟ بمنطقك ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أمرك وأنت خرجت تكون عصيت. طيب النبي قال لعائشة لا تلديني، وعائشة خالفت ولدته، عصت ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدبهن كل من لدته صلى الله عليه وسلم. ما هذا سؤالي يا بدي جاوب على أم السؤال. أنا ما قلت لك النبي بعدين نقول عاقبها ولا ما عاقبها، الآن النبي قال يا عائشة لا تعملين هذا العمل وهي عملته، عصت ولا لا؟ هم ظنوا أن به صلى الله عليه وسلم ذات الجنب وهو مرض شديد فداوه بما يلائم مرضه. بالله أنتم تعالوا قعدوا على الكرسي. ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن الله يحفظك ويسلمك من رصة الحاج وعد، يقول لك الحاج وعد عندما قال رسول الله لا تلدوني هل أطاعوا رسول الله أم عصوه؟ أنت لا تبرر هذه الكلمة، أطاعوا النبي أو لم يطيعوا، أطاعوا أم عصوا؟ الله يحفظك، جواب واضح يا عمي، لم يطيعوا، لم يطيعوه ولكن إشفاقا منهم عليه، لا إشفاقا منهم عليه أي عصوا، ولما أمرهم بأن يلتدوا إشفاقوا كل واحد منهم، بل كما في مسند أحمد يعني عصوا رسول الله ما أطاعوه، على عكس المطيع العاصي، صح لو غلط؟ أنت الآن حينما أقول لك لو أن مثلا أنا هسألك سؤال، أنت الآن ترى إنسان على شفير الموت وظننت أن به مرضا خطيرا وقال لك هو المريض لا تداويني، فأنت داويته إشفاقا عليه، هل معنى ذلك أنك عصيته؟ هل معنى ذلك أنك أردت أن تقتله؟ عبد الرحمن الله يقول لك لا تقيس، لا تقيس رسول الله علي وعليك، تعامل مع النبي كنبي، لا تعامل مع النبي الرجاء، تعاملوا مع رسول الله كنبي، لا تعاملونه معاملة الأطفال. رسول الله قال لا تلدوني، لا تلدوني، وهم لدوه، هل أطاعوه أم عصوه؟ لم يطيعوه، ما حرف الكلمة، أطاعوا أم عصوا؟ يا أخ أبو باقر، أخ أبو باقر، يا أخوان، يا شيخ عبد الرحمن، يا باقي الأخوة المشاهدون الكرام، طبعا تتعرفون شنو هذا البلكوب؟ هذا البلكوب هذا نومي بصرة، نومي بصرة احنا العراقيين نستخدمه. الآن لو أنني أنا أعلم علم اليقين أنه هذا النومي بصرة يؤذيني، فقلت للأخ عبد الرحمن، قلت له لا تسقيني هذا الأمر، هذا النومي بصرة لا تسقيني، هو ماذا فعل؟ تحين الفرصة وانتظرني أنام
ثم وضع هذا الليمون بصرة وضعه في فمي خلافا لما أمرت وخلافا لما أعلم. لماذا أقول لما أعلم؟ لأنه بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وآله أعلم بحاله من الموجودين في الغرفة، وهو أعرف من هؤلاء بالمصلحة من الموجودين بالغرفة. هذه يحتاج يعني يا سنة، أنتم الآن لو أخذ لي 100 سني بغرفة، أنت تعلم النبي ولا النبي يعلمك؟ جواب النبي صلى الله عليه وآله يعلمك. ليش؟ يعني كل احنا مقتنعين أنه النبي أعلم منا. طب عائشة موجودة وفلان موجودة، المفروض النبي أعلم منهم عندما يقول لهم كما قال الأخ أبو باكر، هو مش طفل، هو يعرف بالمصلحة. والدليل على ذلك عندما جاءوا بهذا السائل، ما نعرف جاب مين ركب الدواء، مين كون المكونات، مين استخلصه، ما نعرف. فلما جاءوا بهذا الدواء ووضعوا الدواء عنوة بالنبي، فعلوا الخير كما يقول الأخ عبد الرحمن والأخ أبو عائشة وأنتم المرقعون، أنتم السنة، فعلوا الخير. الآن سؤال تفكيك العبارة، أنا مريض وأنت إشفاقا علي وحبا بي فعلت خير، شغلت سيارتك وأخذتني للمستشفى إشفاقا منك بي فعلت خير، يصير لما أنا أفيق أجيب توثية وأرجعك على رأسك وأكسر سيارتك وأعاقبك مع العلم نيتك حسنة يصير؟ شو النبي صلى الله عليه وآله لما يعلم أن نية هؤلاء حسنة جاب توثية وكسرهم تكسر، قالهم إلا تشربون من النوم البصرة اللي شربتونية. إذن هذا شو؟ هدوء. جزاء الإحسان إخواني شنو؟ عائشة وجماعة عائشة أحسنوا للنبي، وهل جزاء الإحسان إلا ماذا؟ الإحسان. بدل الإحسان النبي جاء بالدواء المركب، وعائشة ما هي مريضة ولا أصدقاء عائشة مريضات، سوى النبي قالهم رغما عن كنا تشربون، مع العلم هي مو مريضة. يعني إخوان شايفين الآن، شايفين واحد يجيب ناس مو مرضى ويجيب الدواء ويزق بحلقهم، ولكم معقولة تعقولكم هكذا؟ هو الآن طب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتحط الدواء في كل واحدة في فم كل واحدة من كان في الغرفة، كل واحدة عباس. فلماذا مات النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم يمتن هنا؟ لماذا؟ ما في دليل أنه شربنا من نفس المشهد، ما في دليل أنه شربنا من نفس المشهد. هو نايم وما عليه دصبة سيدنا، هو نايم واعطاني مبصرة وراها بدلوا هذا الكاس، وقال له يا رسول الله اعطيناك من هذا الكاس. حجي سؤال بريء شفاف، نايم عندكم سؤال بريء شفاف. الآن الذي يريد يسلم إنسان بشراب، الذي يريد يسلم إنسان بشراب ماذا يقول إخواني؟ هل يجيب له مثلاً كمية سطل موضوع به السم، أم يجيب شيء قليل من الدواء ثم يضيف له السم، يجيب على قدر المريض ويضيف له السم ويسقيه؟ طيب هل شربنا مما شرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، شربنا من الدواء، السم يضاف للدواء، واضح كيف؟ ثم المسألة يا أخوان، والله يعني عقول ما عندكم. عائشة تقول برواية صحيحة الألباني، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تأخذه ذات الجنب الخاصرة، هاي الرواية تقول كانت تأخذه الخاصرة.
تقول إن النبي صلى الله عليه وآله كانت تأخذه الخاصرة، يعني مو مرة ومرتين، دائما تأخذه الخاصرة. يا رب المجال عليك السلام. فاشتدت به جدا. لحظة أخونا، لحظة اصبر أخونا. يقول كانت عائشة تقول كانت تأخذ رسول الله الخاصرة، الخاصرة فاشتدت به جدا، يعني مو أول مرة، كانت تأخذه مرات وهالمرة اشتدت به جدا. طيب النبي ماذا يقول؟ يقول كنتم ترون إن الله كان يسلط علي ذات الجن، ما كان الله ليجعل لها علي سلطان، ما عندي أنا ذات الخ... ولا صايرة بي ذات الجن ولا عندي خاصرة. وعائشة تقول بي خاصرة. زين احنا ماذا نفعل؟ نصدق من؟ نصدق زين عائشة لماذا ادعت ان النبي مات باسم خيبر؟ وهل يعقل انه انسان اخواني بعد 5 سنوات يأثر بالسم؟ وهو يقول للمرأة اللي سقته السم يقول لها ما كان الله ليسلطك عليه. وصحيح مسلم يقول كلمته ذراع الشاة قالت انا مسمومة لا تأكل مني انا مسمومة. زين وعائشة هذا اوان انقطاع ابهري. ليش تكذب عائشة؟ ليش؟ شنو مصلحتها بهذه وتكذب رسول الله وتقول انه مات باسم خيبر والنبي يقول انا ما متت باسم خيبر؟ نصدق من يا اخوان؟ شنو مصلحتها بهذا الكلام؟ شنو مصلحتها؟ عندما استيقظ النبي وقام من مرضه الم يعرف الكوب اللي سبب منه؟ شنو؟ ما قام من مرضه هو؟ عندما استيقظ النبي من الغشيان يعني صح؟ يا اخي ما قام من مرضه. النبي الم اسمعني 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 لو سمعت اسمعني اسمعني يتفضل. هل عندما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام شاف الشيء اللي ندوه كيف كيف وأمرهم أن يأخذوا منه؟ فلماذا هو مات وهم لم يموتوا؟ اسأل عيد سؤالك، عيد سؤالك مرة ثانية. أعيد السؤال، عندما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ندوه ألم يعرف مما ندوه؟ ألم يعرف الكوب الذي ندوه أو المادة اللي ندوه منها؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. عندما استيقظ أمرهم أن يأخذوا مما أخذ هو، فلماذا لم يموت ومات هو؟ الجواب بسيط جدا. أيوة الجواب أن الذي يقوم بوضع السم يضعه في مقدار معين على قدر حاجة المريض وليس كل الدواء، واضح؟ لأنه يريد أن يقتل هذا، ما يريد يقتل غيره، يريد أن يقتل هذا فقط، فبقية الدواء ما في مشكلة كلها تشرب منه، وهذا الذي حصل. ولذلك أمر بالقصاص، ولذلك أمر بالقصاص. فهمت؟ هل نفس المسلم ولا إيه هو؟ ها؟ هل نفس المسلم ولا إيه هو؟ واحد من يأخذ شيء ما يحتلهم كيف؟ يعني ما يعرف المقادير؟ أي مقادير أخوي؟ الرجل كان مغمى عليه. يا رجل النبي صلى الله عليه هاي الرواية اسمع هذا فأغمي عليه هاك اسمع وأخذته يوما فأغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ظننا أنه قد هلك حتى نفس ماكو فلددنا مغمى عليه ولدوه. طيب النبي طيب أنت اسمع خلي أكمل لك الآن. أنا جاوبتك على سؤالك، جاوبني لماذا عائشة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم وفي البخاري قالت إنه مات باسم خيبر، ليش؟ يلا جاوبني لماذا كذبت؟ وهو يقول ما كان الله يموت بعد 5 سنوات. لماذا كذبت؟ وهل يوجد سم يقتل الإنسان بعد 5 سنوات؟ لماذا؟ أولا هي مشتبهة، هي مشتبهة، ما هي هي دكتورة؟ لا 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 مو مشتبهة، هي تقول قال إلى رسول الله، اسمع لا تدافع لا تدافع، شوف أنت وقعت مثل وقعة أبو هريرة، هي تقول قال رسول الله يا عائشة هذا أوان انقطاع أبهري من السم الذي لا محمد الغالب لا تقول عائشة قال رسول الله، شنو مشتبهة؟ هذا أوان انقطاع أبهري من السم الذي أكلته بخيبر. إذن كذبت على رسول الله لأن تقول قال مو ظن من عندها، تقول قال رسول الله. ليش تكذب على رسول الله عائشة؟ ليش؟ جاوب. هذا أولا أجيب. لا 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 تهرب لي، يشربون الآن. جاوبني 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 لماذا عائشة كذبت على رسول الله
والنبي صلى الله عليه وآله يقول في صحيح مسلم لامرأة سلام بن مشكم اليهودية: ما كان الله ليسلطك علي. وذراع الشاة كلمه وما أكل. وعائشة تقول: قال رسول الله: اليوم اليوم يا عائشة هذا أوان انقطاع أظهري. يلا سكر سكر لحظة من سم خيبر. هل الله يعصم الرسول؟ لماذا عائشة؟ اسمعني، لماذا عائشة؟ لماذا عائشة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاوب، لماذا كذبت على رسول الله؟ لماذا تقول قال رسول الله؟ والله عائشة الله ما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي مات بسم خيبر؟ يعني النبي مات باسم خيبر يا ابو عائشه؟ فعلا كما قالت عائشه مات باسم خيبر؟ علي استاذ واحد بس تجاوب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله قلب البطن هذا من حوله. هذه تلك اليهوديه لن يسلطك الله علي في هذه اللحظه، لأن في هذه اللحظة. وين الرواية في هذه اللحظة؟ يلا 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 هذا أخوان شوف الكذب، هذا صحيح مسلم. خلينا نشوف أبو عائشة صدق لو كذب. حجي شوف الكذب على رسول الله، شوف الكذب على رسول الله. شوف يقول اسكت 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 يا رجل اسكت. شلون شلون يا اخواني؟ ماذا اسمع؟ ماذا اسمع؟ كذب على صحيح مسلم عائشه، ابو عائشه كذب على صحيح مسلم يا اخواني. ان شاء الله ان شاء الله. هدوء يا اخواني، ابو عائشه كذب على صحيح مسلم، قال انه النبي صلى الله عليه واله قال لليهودية: ما كان الله ليسلطك علي في هذه اللحظة. الآن وين هذه الرواية؟ هذا هذا إن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله بشاة مسمومة فأكل منها، فأكل منها أو فأكل منها، من الذي أكل منها ما معلوم، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. طيب وينها في هذه اللحظة؟ ما كان الله يسلطك على قتلي، الله ما يسمح لك تقتليني. طيب بعد هذا شوفوا أخواني، يقول وقوله صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال علي، فيه بيان عصمته صلى الله عليه وآله من الناس كلهم، كما قال الله والله يعصمك من الناس، وهي معجزة في سلامته من المهلك. هنا ماذا يقول؟ فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: وما كان الله ليسلطك على ذلك. وكلمه ذراع الشاة. طيب الآن من نصدق؟ نصدق عائشة اللي تقول قتلته امرأة سلام بن مشكم، أم نصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، أم نصدق أبو عائشة الذي دلس وقال ما كان الله ليسلطك عليه في تلك اللحظة؟ نصدق من يا أخواني؟ نصدق من؟ هدوء. تفضل حجي. الو اتصل، خلينا نجاوب. اي تفضل، خلينا نجاوب. تفضل ساقط.